فضيلة الشيخ، يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود، فهل تحتسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا؟ أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، وأكثرها 10 أيام عند الحنفية و15 يوما عند غيرهم، وغالبه 6 أو 7. وأقل مدة النفاس لحظة، وأكثره عند بعضهم 60 يوما وعند البعض الآخر 40، وغالبه 40 يوما. وعند انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء. قول يطلق عليه اسم السحب، أي سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع، وهو قول الحنفية بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها. وقول يطلق عليه اسم اللقط، أي لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها، وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع 15 يوما أو زادت فتكون طهرا، وما قبلها نفاس وما بعدها حيض. فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية. والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره 40 يوما يعتبر طهرا. وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة، لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس. وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته، كأن كانت عادتها 6 أيام فامتدت إلى 8 مثلا عند أبي حنيفة، أو إلى 13 يوما عند غيره، كان ذلك كله حيضا. وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته، كان ذلك كله نفاسا. هذا والدم الناشئ عن اللولب ليس حيضا، والله أعلم.